بتاخدي نسبة حلوة قوي من الخضار، سواء بقى كان الباذنجان، كان الكوسة، كان البصل اللي انت ما بتحبهوش، كان ورق العنب، كان الكرنب او الملفوف، فكل دي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الالياف، والالياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي فوق، يعني من قاعدة نتكلم من هنا طبعا. للسنة الجاية. مثلا الملفوف من اكتر الحاجات اللي بتبقى مفيدة جدا لصحة الكرنب. تمام. فدي اول حاجه فيه، ان هو القيمه الغذائيه بتاعته عاليه ونسبه عاليه من الالياف والفيتامينات والمعادن بتبقى موجوده في الخضار. مشكله المحشي في الكميه والكيفيه. الكميه طبعا احنا يا جماعه احنا المفروض نبقى عارفين ان احنا بناكل 4 5 6 صوابع بالكتير، مش نص الحله. ما احنا عادي. انا فاكره كنت ماما كانت عامله محشي، فقعدت اقولها انه كثير او قليل، انا مش فاكره بالضبط، فقعدت تقول لي ايوه كلي كم صوبة، مش الحله كلها يعني. مش نفضل بعد الفطار نروح نيجي على المطبخ ناخد صوبة. كنت مسويه دايت وقتها، فكنت خايفه اكل محشي. قالت لي لا، ما انت لا تاكل قدر كله، كلي بس 2 3 صوابع. كم صوبة محشي ممكن ناكل في اليوم؟ هقول لك على حاجه، احنا احتياجنا او في الاكله، في الاكل انت احتياجك من الكربوهيدرات عموما على قد قبضه ايدك. شفتي قبضه ايدك دي؟ ده احتياجك من الكربوهيدرات. فانت ممكن بقى تاخدي قبضه ايدك تعمل لك 5 صوابع صغيرين، تعمل لك 2 كبار، ممكن تزودي حبه، بس هو ده الاحتياج بتاعك. ممكن بقى لو انت عايزه تزودي تعملي ايه وتاكلي كده وتستمتعي بيه لحد ما تشبعي. احنا عقلنا بيضحك علينا، احنا ممكن ندي خدعة كده للعقل، ان انت قبل ما تاكلي وخصوصا لما تبقى اكله دسمه كده عشان ما تزوديش، تشربي كوبايه ميه محترمه وتاكلي بهدوء وتاخدي البروتين قبل ما تاكلي المحشي. في المحشي؟ ايوه. ما انت اكيد بتاكل مع فراخ، بتاكل مع لحمه، بط. لا اصلا في بعض الدول او بعض حتى الاشخاص ممكن يحشون المحشي مش بس رز مفروم. رز مع لحمه مفرومه، فيمكن هذا يزيد بيعلي القيمه الغذائيه بتاعتها وبيخليك ان انت كمان ما تاكليش منه كتير. طيب المحشي من المقبلات ولا ممكن يكون وجبة أساسية؟ لا، وجبة رئيسية. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أنا بشوفها في المقبلات. لا، أنا وجبة رئيسية يعني لازم مائدة الإفطار في رمضان أول يوم ما تخلاش من المحشي. في ناس بتعتبره إن هو من المقبلات، بس أنا أحس إن هو لا، ده ليه يا جماعة هبته كده؟ أيوه، أقلب الصينية على طول. أيوه، هذه حط في الحلة. أيوه، حط في الحلة وأقلب. أغلب في الفترة الأخيرة قاعدين نشوف مطاعم كثير تقدمه كمقبلات، يعني حتى لدرجة ما يقدمونه ساخن، يقدمونه بارد. لا، هي مش المطاعم، هي ثقافات شعوب. يعني أنا بقول لك إنه الأصل في المحشي دي، في الأكلة دي عند الأتراك مثلا وعندنا كمصريين، إن هي أكلة رئيسية. بتلاقي مثلا ناس تانية زي السوريين أو أهل الشام بيحبوا إن هو بيعملوه زي ما إحنا بنعمله كده، بس برضه بيعملوه ويخللوه يحطوه في زيت زيتون ويعتبر من المقبلات. وفي مثلا اكيد لما بتروح السوبر ماركت بتلاقيه محطوط في العلبه الصفيحه ومحطوط في عارفه البقدوس، المكدوس اللي هو البذنجان. ايوه، المحشي برضه بس مخلل. بس مخلل. مخلل. طيب ممكن احشي المحشي قبلها بيوم؟ عادي، كثير يسوونها. ايوه طبعا، ممكن يتغير طعمه، السعرات الحراريه، ولا شيء. بصي، هو الاكل عموما بيحتوي على بكتيريا كتير لو اتطبخ، لكن ما دام ما اتطبخش هو اتعمل واتحفظ في البراد او في الثلاجه وطلعتيه ثاني يوم مش هيأثر خالص عليه. يا سلام. طيب انا مسويه ريجيم، اوكي، هل ممكن